السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي مطبخ أو كوشينة ماما آدم عبر اليوتيوب، كنرحب بكم وكنرحب اللي انضم ليا. كنقول لكم شكرا على حسن يعني التقت فيا وابونيت واشتركت في القناة ديالي. كنقول لكم شكرا جزيلا من أول شيء، ونتمنى تابعوني حتى الأخير تزيدوا تدعموني، لان عن جد عندي الكثير والكثير. هذا بين قوسين قبل ما نبداو، على بركه الله في الوصفه ديال اليوم. القناه ديالي ماشي كتشتمل فقط على الطبخ، يعني كتشتمل على الطبخ، على الجمال، على الروتين، على لي فلوغ، يعني متنوعه باش الواحد ما يملش. لان تبارك الله كاين قنوات عديده ديال الطبخ، وانا حاولت ما امكن نديرها متنوعه باش السيده ما تملش، او السيد اللي دخل يتفرج فيا ما يملش. المهم بلا ما نكثر عليكم، نتمنى اللي مازال ما داش الاشتراك يشترك في القناه ديالي، يعني تابوناي، كليكي على المربع الاحمر ويفعل الجرس باش توصل بالجديد اول باول، وكومونتي الوصفه اللي عجباتو، بارطاجيوها مع احبائكم، وخليوا لي التعليقات ديالكم اللي كتفرحني دائما. المهم بلا ما نكثر عليكم، هذه الوصفه احبائي نزلتها في تطبيق لوبس، يعني درتها في لوبس لايف مع المتتبعين ديالي، وحبيت نبارطاجيها في اليوتيوب لان ماشي كلشي كيدخل لوبس. المهم بلا ما نكثر عليكم اعزائي المشاهدين، الوصفه ديال البيتزا انا حطيتها اللي غادي نحط لكم الرابط، يعني العجين المتداول في ايطاليا اللي كيستعملوه، وكتحسني كدير تغييرات. هذا العجين كيجي حتى هو زويون وساهل. المهم بلا ما نكثر عليكم، على بركه الله غادي نحتاجو هنا كما كتلاحظوا عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق الممتاز، يعني نص كيلو ديال الدقيق، فارينات 005 غرامي. عندي هنا معلقه صغيره ديال الملح، كوكيايو بيكولو سالي. عندي هنايا ملعقه متوسطه ديال السكر باش كتعطيني هذاك لابغيونس، ولا كتخليها لي محمره شويه. بوكو تسوكرو. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحبوب، انا كنستعمل الخميره ديال الحبوب لان كتجيني زوينه في البيتزا، تقدري تستعمليها بالمعجنه ولا اللي عندك لاله. كوكياي غراندي ليفيتو بيرباني. عندي هنايا الحليب غبره جوج معالق كبار. في اللوبس درنا حليب الحليب ليكيت، وهنا درت الحليب غبره باش كنبين لكم انكم تقدري ديروا جوج حوايج. يعني الا السيده اللي عندها حليب سائل ديروا، لما عندهاش كدير لا بودغ. لاتي بورفيري دو كوكياي غراندي. هنا عندي جوج معالق، معلقه ونص زيت الزيتون، تقدري دير حتى جوج معالق كبار ولا سيده، وديري الزبده الا ما بغيتيش ديري الزيت كديري الزبده، يعني كتفني فيها. كوكياي مادزو اوليو دي ليفا. وعندي هنا زعتر طري تيمو فريسكو كيجي زوين في البيتزا. لا فارس على بركه الله، غادي نحتاج على لاصوص طوماط اللي سيبتها مع البنات، وان شاء الله غادي ننزلها لكم عما قريب في لاشين، كتجي زوينه. البنات حضروا ليا، كتجي فريمون حميمره بلا ما كنضيف عليها لا كونسونتري دو طوماط، عفوا لا صلصه دو البومودور بير بيتزا فاتا كازا. عندي هنايا لا موتزاريلا ديال البيتزا، قطعتها دي بتي كوب، تقدروا تحكوها، تقدروا ديروا اي حاجه على حسب كل سيده. موتزاريلا بير بيتزا. وعندي هنا ليمون او بلح البحر فخي باقي مسدود، كتحيدي لي البافي، كتحيدي لي هذيك الحيه الصغيره ديالو، وكان باش كيجي زويون لان الفخي كيجي دائما زوين. كوي تشرابيامو لي كوسي بير فار البيتزا. المهم هادو هما لي زانغريديون اللي عندنا، وانتقل وما نساوش الماء. الماء كيكون ابا ما حطيتوش، ولكن راكم عارفين ضروري خصها تعجن بالماء. وانتقلوا على بركه الله للطريقه ديال تحضير العجين. على بركه الله غادي نبداو. اول حاجه بسم الله، غادي ندير الخميره ديالي ديال الحبوب كما قلت لكم، تقدروا ديروا خميره المعجون العاديه. غادي نضيف واحد شويه ديال الماء دافي باش كنطلق فيها الخميره ديالي، كنضيف عليها السكر باش كيتفاعل ليا. هذه المرحله انا دائما كنديرها لا في البيتزا او في
في الخبز العادي يعني باش كتربحي الوقت ان كتكون ليفيتاسيون دغيا. هنا كندير زيت الزيتون كما قلت لكم، تقدروا تعوضوها بالزبده الى عندكم، ولكن زيت الزيتون انا كتعجبني لان هي صحيه. هنا على بركه الله غادي نضيف الدقيق ديالي، يعني حاولي ما امكن في البيتزا ديروا الدقيق ديال اللي كتصاوبوا به الحلوه حسن، يعني اللي كنستعمل في الحلويات من النوعيه الجيده. وكان الدقيق ديال البيتزا مكتوب عليه دقيق بيتزا، الا كتشهروه انا كيكون عندي يعني كيكون دقيق مكتوب فيه بير بيتزا، يعني باش كنصاوبوا البيتزا. هنا غادي نضيف لا بودغ ديال الحليب، تقدروا تعوضوه بالحليب السائل كما درت مع البنات. هنا غادي نضيف على بركه الله كتعجبني انا التيمو، يعني الزعتر فخي كيعطي واحد كينسم لا بيتزا بواحد الطريقه عجيبه جدا. المهم انا هذا الشيء كلش البنات اعزائي المشاهدين، غادي ندي التعجين في العجانه، نقدروا نعجنوه حتى بيدينا، نبقى نضيف عليه الماء بشويه بشويه حتى كيتجمع ليا. في اخر لحظات كنضيف الملحه باش ما كنهرسش ليفيتاسيون ديال الخميره، باش ما كطيحش هي الخميره ديك الساعات، يعني كنخلي ليفيتاسيون ديالها غاديه باش تخمر ليا دغيا. هذا اللي بغى يدير اللي بغى يدير البيتزا تو دو سويت، ما الا ما بغيتي تخليها حتى الغد اللي تقدري انا كتخلطي كلشي، ولكن من الاحسن توجور كنقول البنات الخميره خليوها حتى لافا. المهم دابا ندي هادشي انا يتعجن ونتلاقاو باش نوريكم القوام ديالو ان شاء الله. وعلى بركه الله هذا هو الشكل البيتزا ديالنا من بعد ما عجنتها. انا درت كما كتلاحظوا يعني مقادير قليله، كتخرج ليه هاد لا كونتيتي هادي كتخرج ليا دو بيتزا، يعني جوج بيتزات. تقدر لالا انك تضاعفي المقادير الا كانوا افراد العائله كثيره. المهم كما كتلاحظوا العجين خصو يكون فريمون خفيف، البنات اللي كيقولوا ليا العجين كيجيهم كبحال العجين ديال الخبز، لان البيتزا باش نكونوا واضحين ماشي هو عجين الخبز، عندها واحد لا كونسيستونس ديالها خصو يخرج لك العجين خفيف كبحال العجين ديال بحال كتصاوبي البنيه، يعني باش نقربكم باش نوضح لكم اكثر، تكون فريمون خفيف. اذا جا الى جا الى جا الى جاك خفيف كوني على يقين ان البيتزا ديالك غادي تجي لك زوينه، يعني مش ما نقولوش لا الفران نو، فران كيما بغى يكون، يكون فران ديال الغاز، فران الضو، فران عنده لا فونتيلاتور، ما عندوش ماشي مشكل. المهم خصو العجين يكون خفيف كما كتلاحظوا، كنشدو في يدي كيبغي يطيح. المهم انا هذه هي الطريقه ديالي، الطريقه اللي كنستعملو في الخدمه ديالنا. كنقطعو كنحاول ما امكن ندير لا كونتيتي دا شاك بيرسون، يعني سوغ اسيت تقدري دير وحده كتكون لكم بوغ توت لا فامي، يعني العائله ديالكم كلها. انا هنايا غادي نديرها بيتزا سوغ اسيت، يعني كتجيني لواحد واحد لا بيرسون. غادي نديرهم هكا هاد لي بول هادو، نحطها هكايا، غادي نغطيها واحد 30 مينوت تقريبا نص ساعه حتى 40 مينوت حتى كتكون ترخات وخمرات معايا، ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الطريقه ديال التقديم ديالها والحشوه ديالها ان شاء الله. على بركه الله كما كتلاحظوا معايا العجين ديالي خليته حتى تغوبوزا، يعني ترتاح وخمر ليا. دابا انا درت الدقيق كما كتلاحظوا، وغادي نبدا على بركه الله نميت عليه، يعني نسرحو قدامكم. كما قلت لكم انا درت دوبول، يعني درتهم صغار باش نديرهم من بيتزا اسيت، يعني كتكون شخص واحد. وانتم الا بغيتي ديروا وحده لالا ديري وحده كبيره تقدري ديريها، ما كاين حتى مشكل. هنا حتى الفورم ديالها، هاد الفورم ديجا وريتها لكم البنات في الفيديو الاولاني، انني كنحاول ما امكن نخدم ليها هادو ديالها باش كنعطيها الفورم ديال بيتزا. ما كتعطينيش باش ما تجينيش رقيقه بزاف. على بركه الله كما كتلاحظوا معايا البيتزا ديالي ها هي،
ناخذ واحد هنا واحد لا فورشيت باش كنتكيها. يعني كتجي بيتزا صغيره يعني جوج اصلا جوج الناس في الدار يقدروا يديروا كل واحد البيتزا والبيتزا ديالو. هنا كما قلت لكم في الاول عندي صلصه طماطم مصيبه، انا هنا ضفت لها شويه زيت العود وضفت لها شويه ديال زعتر طري تيمو فريسكو، يعني كيتوالم بزاف مع البيتزا كيعطيها واحد المذاق شهي جدا، والريحه ديال الزعتر يعني زوينه في سواء في العجين او في لاصلص لاصوص ديال البيتزا. يعني كنحاول ما امكن ميطالي الجناب، ما كنحاولش ما امكن نكثر بزاف لاصوص طوماط سينو تجيني ميه بلا لاصوص طوماط، ولكن كنحاول ما امكن ندير القياس. الا كيعجبوكم صوص طوماط كثيره تقدروا تكثروها. هنا عندي ليمون كما كتلاحظوا غادي نحطهم هكايا لانهما ان غيوصلهم الصاده والسخونيه ديال الفرن كيتحلوا. يعني ليمون فخي كيكونوا طريين كيكونوا دائما زوينين في البيتزا. وهادي ندير فخوماج، يعني باش كتشوفوا انني البيتزا ما كنديرهاش نص طيبه، كندخل كل شيء. اهم حاجه اعزائي المشاهدين ان الفرن يكون درجه الحراره سخون بزاف، يعني الحراره طالعه 250 حتى ل 260. انا هكا نستمر لها هكا، غادي ندخلها ديجا الفران سخنتو غادي ندخلها طيب ونتلاقاو بعد قليل ان شاء الله باش نشوفو التتمه ديالها. كما كتلاحظوا اعزائي المشاهدين البيتزا ديالنا ديال ليمون باردون او بلح البحر طابت، جات شهيه جدا جدا كروكون، يعني رطبه مقرمشه، يعني تستحق التجربه عن جد. كما قلت لكم الفران في السهر يكون سخون وكتنوعي في الفخوماج. السيدات اللي كيستعملوا الفرماج احمر قبل ما نسج حسن حتى كطيب لكم البيتزا، كتسدو على الفران وكترميو الفرماج ديالكم كتخليو على داك الصاد حتى كيذوب، كتجي فريمون شهيه جدا كما كتلاحظوا بليمول غزاله، كتكون وصفه للعشاء. غادي نقطعها قدامكم باش تشوفوا. لا نحاول ما امكن نحيد عليا الليمول لان سينو غادي نهرسو. اوكي احنا غادي بسم الله، يعني كتجي فريمون كروكو من الداخل مقرمشه كما كنقولوا باللغه العربيه. نحاول ما امكن كما كتلاحظوا معايا ورطبه، يعني شوفوا الفخوماج اش نقول لكم بيتزا هوت. يعني شهيه جدا، نتمنى البيتزا تنال اعجابكم واستحسانكم وجربوها وشاركوها مع الاحباء ديالكم والاصحابكم. واللي ما فهمت شي حاجه وبغات شي اسرار اخرين تكتبهم لي في التعليق في التحت، واللي مازال ما اشترك يشترك وفعل الجرس باش يتوصل بالجديد، لان عندي الجديد. وكنقول شكرا جزيلا لكل من انضم للقناه ديالي وشجعني ودعمني ودار الثقه ديالو فيا، كنقول ليه لا لي حشمنا ان شاء الله يكون الجديد والجديد والجديد. وكنبوسكم بزاف من عندي وكنقول لكم الى الملتقى بحول الله، السلام عليكم.